والأسطورة ليونيل ميسي. هذه كرة عن طريق أسانسيو في المكان السليم تأتي العرض. هذا باريجا اللي سجل في مرمى إيطاليا في المباراة الودية الماضية، وهذه كرة للأمام الآن ولا زالت خطيرة وتأتي العرضية الخطيرة. فرصة سهلة يا هيغوين، فرصة سهلة، علاقة حميمة وإسبانيا تتقدم للأمام وفرصة لهدف. هي جول، هي جول، إسبانيا تتقدم بهدف ونقلات إسبانيا تنتهي بهدف في شباك الأرجنتين وتقدم للأمام. دييغو كوستا يسجل والإسبان في ملعب المباراة واندا متروبوليتانو يحتفلون، لكن الكرة بداها من بداها الرسام أول. الجميل الممتع من الفريقين من المنتخبين، وهذه فرصة قائمة للأرجنتين. تأتي المحاولة، هيغوين سدد كذلك لأن يحطم هذا الرقم. هذه جميلة خطيرة، فرصة، فرصة لميزا، ميزا بيضيع ماكسيميليانو ميزا في مرمى اسبانيا. كرة مضاربة ركنية تولع اللاعب الان ماركو اسانسيو، كرة عالية وخطيرة وفرصة لصالح منتخب اسبانيا في الكرة الماضية. مباراة جميلة عزيزي المشاهد، مباراة 2012 في نهائي الامم الاوروبية خطيرة. جول اسباني، بل سيرك اسباني، سيرك اسباني، اسبانيا هدف ثاني، هدف ثاني لإسبانيا بعد تنقلات ونقلات. وإسكو يسجل هدف إسبانيا الثاني بعد تنقلات. انت بالإمكان العرضية، بالإمكان بانيجا، 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 والتسديدة. كرة تلعب الآن وفيها تقدم والتسديدة. هذا الكلام المنطقي، هذه كرة للأمام وصلت إلى مباراة الركنية الثالثة للأرجنتين ولا ركنية وخطيرة. جول أرجنتيني، الأرجنتين من أوتاميندي، المدافع، المدافع، ما في حلول هجومية، في حلول دفاعية. الفريق الملكي هذا لاعب يقدم مباراة كبيرة كبيرة كبيرة. كرة جميلة، ياغو أسباس الآن يأتي بكرة، فرصة، ويتقدم الآن ويأتي بكرة جميلة والفرصة موجودة. وجول رابع، جول رابع لإسبانيا من تياغو ألكانتارا. تياغو ألكانتارا، طوفان، الطوفان، الطوفان الإسباني، المد الإسباني، الموجات الإسبانية. اسبانيا تلعب 3 اهداف صنعها مقابل 5 اهداف لديفيد سيلفا، خطيره، جول. نعم، ضربه حره مباشره تاتي عاليه، ياتي الابعاد، لا زالت مستمره داخله الان. هذه خطيره، هذه فرصه، هدف خامس، جول، هدف خامس لاسبانيا. اسبانيا تسجل خماسيه، خماسيه لاسبانيا في مرمى الارجنتين تحت انظار ليونيل ميسي. 5-1، 5-1 في مدريد للاسبان. الكره وهنا المرور، وهنا فرصه ايضا لهدف ثالث وقادم. الله، الله، على مستوى هذه المحطة.
محاولة كرة لزياد رابي الثاني نتيجة كبيرة قابلة للزيادة قابلة للزيادة التوحد تحت أنظار